السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة كل اللي انتوا بتتمنوا بيه. النهاردة جايين نتكلم عن حاجة مهمة جدا بنقدمها للدجاج اللحم وبتدي نتائج ممتازة جدا على صحته، وبالتالي هتكون كمان في نتائج ممتازة جدا على الأوزان وعلى نسبة الفاقد والنفوق في الدجاج اللحم اللي عندنا. كلنا عارفين طبعا ان الدجاج اللحم ده احنا بنربيه علشان خاطر نستفيد منه في مشاريع، وفي طبعا في ناس بتستخدمه يعني بتربيه في البيت علشان تتناول هي اللحم بتاع الدجاج اللحم. لكن النهارده هنتكلم عن فايدة عظيمة جدا لعشب مهم جدا. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. اللي هنتكلم عنه النهارده مطهر معوي قوي جدا وعنده قدرة جبارة بتساعد الطائر على القضاء على البكتيريا الضارة، كمان بيفيد في حالات التهاب الجهاز التنفسي العلوي، وبيستخدم في أيام البرد علشان خاطر الطائر يتجنب التهابات الجهاز التنفسي. بيعمل برضو كطارد للسموم، مضاد سموم كيميائي خلي بالكم، علشان بيحتوي على احماض عضويه كتير زي الستريك اسيد والماليك اسيد، كل الاحماض دي واحماض تانية بتساعد الطائر على تكوين صحه ومناعه قويه جدا. كمان النبات ده او العشب ده بيحافظ على درجه حراره الجسم، ولذلك احنا يفضل نستخدمه في اوقات الحر، يعني هو بيكون فعال اكتر في اوقات الحر لانه بيحتوي على كميات كبيرة جدا من فيتامين سي، لذلك احنا لازم نستخدمه في اوقات الحر اكتر لانه مفيد جدا في الاوقات دي. وبيعمل برضو على تنشيط الدورة الدموية، وده بيزود من تدفق الدم للأنسجة، وبالتالي بنحصل على صحة جيدة جدا للطيور بتاعتنا. وبنعيد وبنكرر انه مطهر معوي قوي جدا لديه قدرة جبارة في القضاء على البكتيريا الضارة. هو الكركديه، هنستخدم الكركديه بمعدل من 1 لـ3 جرام للتر المية الواحد، ولما هنستخدمه بالمعدل المعدل ده من 1 لـ3 جرام هناخد النتائج الجبارة اللي احنا اتكلمنا عنها. وكمان الأسوس من الحاجات الكركديه في زيادة صحة الطائر وتقوية مناعة الطائر وطرد السموم من جسم الطائر. والدجاج اللحم احنا عارفين ان احنا كلنا بنربيه، سواء اصحاب مشاريع كبيرة او ناس بتستخدم الطيور في البيت للاستفادة الشخصية، كلنا بنربيه علشان ناخد منه اوزان كبيرة، وعلشان خاطر ناخد اوزان كبيرة لازم نحافظ على صحة الطيور. ومش بس صحة الطيور علشان خاطر الاوزان، لا، صحة الطيور كمان علشان خاطر نسبة النفوق في الطيور ما تبقاش عالية، كده كده هيبقى عندك نسبة نفوق. طبعا بتختلف من مكان لمكان، في مكان بتبقى نسبة النفوق عنده كبيرة جدا، وفي مكان تاني بيقللها باستخدام الاعشاب والفيتامينات والاملاح المعدنية والحاجات اللي بترفع من مناعة الطائر وبتقوي جسمه وبتطرد السموم وبتطهر معدته من اي بكتيريا ضارة. والكركديه والأسوس من الحاجات المهمة جدا اللي لازم نستعملها علشان خاطر نحافظ على صحة الدجاج اللحم بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.